هلو. شو هاد؟ منو هاي؟ شو بيعرفني؟ شو حدو؟ يوم جانتي ويوم ام جانتي. This is my mother. حماتك يعني. مرحبا ماما. شو؟ And this is عواطف. يعني feelings. اختي. Daughter. مرحبا عواطف. اهلين اهلين. وهي جينا. اهلا وسهلا بجيتكم اخي. منين اجيتوا؟ لك جينا جينا اسمها جينا، لا تفضحينا قدام الاجانب عواطف. شرفي 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 انسي جينا شرفي من هون جنب المزار. اهلا وسهلا. وطف الجرن. طف الجرن يعني باس روم هيك شيء من عنا هون، واخذك شيء يوم عليه. زيس از مجدره. يو ريمبر انت جنب الموسك بيج اي سي مجدره. زيس ميل ميل. نايس 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 نايس. رايح اجيب المخلل. انا رايح اجيب صحنين والخبزات واجي. ايه يلا قوام خفيه اختي. يسلم لي الله اللي خلق المجدره انا. وفجل كمان مو معقول. بايطاليا في عندكم مجدره ومقادي نخاعات لسانات ليجز ليجز؟ الله وضعكم صعب. ايت ايت. اي والله لك عيشوا هديات يا فريزه. تعيشي وتطبخي صحتين. المهم كنتنا بس يعجبها الاكل. يوم جود جود جود. في عنا اكله بتطير العقل اسمها ست زبقي. بكره بخلي امي تطبخ لك اياها. ست زبقي يعني ليدي ليدي زبقي. وات ذا مينينج جو لما جا سليب سليب ليدي سليب. وفي اكله قولي على قلبي على الاكله لو بتذوقيها من ايدين صافي ناز امي. حرق بصبعه يا ويل ويلي على الاكله مو معقوله. حرق بصبعه يعني فينجر بيرنينج برنر انهز فينجر برنينج فينجر. مالي مرتاحت الا لهالبنت. خايفه يكون ناوي يتجوزها. والله مو تطقي امي. انت ليش هيك شكاكه؟ هو قال لك انها ضيفه، يعني بتكون شي زبونه طلعت معه بالتاكسي وجايه غدية عنا، يعني في شي رزقه من وراها. وفي اكله يا ويل ويلي على هالاكله ملوخيه. هاي الملوخية أصلا ملوكية كانت تنعمل بس للملوك. كينجز يعني كينجية يعني كينجية. الشغلة مو شغلة رزقة، الشغلة إنه ناوي يتجوزها مشان ياخد الفيزا. مالك شايفة شباب هالأيام بيطبقوا البنات الأجانب مشان ياخدوا الفيزا. قولي شو بدي ساوي بحالي إذا تركنا أنا وياكي رجال البيت هذا عمود للبيت. لك أمي شو يتركنا ما يتركنا؟ أبو جانتي ما بيتركنا لو شو ما صار. خلص بقى أنت أمي هالوساوس من راسك. رايزس فجل والقلة بلا بلا. No good sometimes. No good. Your house is so beautiful. لك منين فلفل وما فلفل جبتي لي اياها انت الثانيه كلها رشه حطيتها. لك شو فلفل ما فلفل لك امي. Beautiful beautiful يعني رائع. انا beautiful صحن مجدره قبل شوي، يعني انا رائع صحن مجدره. ما هي ابو جانتي انا اريد ان ابقى هنا. لك شو تبكي ما تبكي هون بالبيت؟ شو هالحكي؟ I can pay. لا شو عالكنباي ما كنباي؟ لا بتكسر جسمك هون. بعطيك غرفتي بتنامي فيها بتاخدي راحتك تتمردحي. شو رأيك امي؟ تقبرني وانت حد وين بدك تنام؟ لا تاكلي همي امي. Don't eat همي. انا بدبر myself. بس هي ضيفة. ابو جانتي انني اريد ان ابقى هنا بالبيت. بس لكن انني ادفع نقود. لا هي ما حبيتها منك بنوب عن سجينة. نحن مالنا هيك متعودين. بيجي لعنا نحن هون ما بنخليه مد ايده على جيبته. بكرة لما نطلع لعندك على إيطاليا بتخلينا ندفع شيء؟ يس يس. نحن مالنا متعودين هيك، يعني مندفع عنه بس نسافر لعنده بيدفع عنا. بس إذا ما رح تدفعي عنا بإيطاليا لما نروح لا والله بدنا ندفعك. 1 دولار فول ذا نايت مع بريكفاست. شو رأيك أمي؟ لك شو عنا أوتيل نحن؟ البلد مليانة أوتيلات، تروح هنيك أريح لها بالأوتيلات، بنقدر رجلك أنت بس ما أقل صيني. ما في شو فيلينجز؟ شو رأيك انتي؟ ايه امي الله يخليكي والله باين تظريفة منتسلى فيها. الله يخليكي الله يخليكي الله يخليكي. تتسلي بحك جلدك انتي. امي شو قلتي؟ ماشي الحال. اهلا وسهلا. يلا لك انا رايح اتسبب. امي اتكلنا على الله. بدكن شي؟ هلو هو ار يو هو ار يو. عماد
شبك يا زلمه دعست لي عجري شبك شو لا تواخذني شو عم تعمل هون يا زلمه ليش طالع بكير انت لاغين التمرين طلعوا لك وما خبروني لك حتى الاذن خبروا تخيل لك وين رايح شو وين رايح بدي روح ورجي لك يا واحد ولا الثاني العمل ليش هيك عم يساووا معك يا زلمه والله انت منيح ما شاء الله عنك يعني متحسن بالمعجونه بالشلف عم تشلف منيح يعني بالله ايه والله اخر مره تحديدا لما شلفت حالك هذيك الشلفه يعني ايمتى قصدك انت اي تمرين وقتها بس هو المدرب هذاك انا كنت عم راقبه هو هيك لف لك اياها مشان ما تحسن تمسكها هلا بدي اسالك يعني وائل مو العب مني وائل العب منك يا سيدي وائل بخاف من الطابه ولا وكمان بخاف منك وائل لك ايه وائل انت مالك منتبه انا شفته انت لما رحت تجيب الطابه طلع فيك هيك من فوق لتحت وقلبه صار يرجف انا شفته بعيني بشرفك لا بالملعب لك شو عم تحلفني بشرفي يا زلمه شو عم كذب عليك انا الحق علي اللي عم راقب لك الجو اخي عن اذنك انا تاخرت ولازم روح سلم الشقه عماد طول بالك عماد لك مو قصدي